يادي يومك الأسود يا مدبولي، يادي أيامك السودة يا مدبولي. ايدي ايدي الهيصة والهمبوليسة اللي احنا فيها دي كل يوم كده يا أستاذ فهمي، حفلات ورأس وعربدة ونسوان. يا شيخ ارحمنا انت وصحابك يا شيخ. الو، ايه يا مراتي يا قبيحة يا نكدية يا وش النيلة، انا مش قلتلك ان انا شغال كل شوية تيت تيت؟ يلا سيبيني يلا، امبارح كان في حفلة تنكرية والدنيا مهلبتة خالص، لاني عارف مين لابس ايه ولا نايم فين وحاجة نيلة. يلا يا شيخ روح بلا رغي رلا. يا رب هلصني من مراتي النكدية دي يا رب. آه ودي ايدي كمان، دماغي مش قادر. آه أنا شربت كتير قوي امبارح، أنا مش فاكر حاجة، أنا مين؟ أنا فين يا إخوانا؟ إيه اللي عامل فيك كده بس يا أستاذ عادل؟ أيوه أستاذ عادل. أنت كل يوم يا راجل يا دهول أنت تسكر وتنسى اسمك ونقعد نفكر فيك؟ يا راجل ده أنت وزير ووكيل وزارة زي الدنيا. أيوه وكيل وزارة. أنت مش فاكر حاجة خالص؟ مش فاكر حاجة خالص. مش فاكر لما أنا سلفتك فلوس؟ سلفتني فلوس؟ أنا امبارح أنا أنت قلت لي اديني 500 جنيه وأنا اديهم لك الصبح يا مدبولي. أيوه مدبولي. هات الفلوس. خد يا مدبولي ال 500 جنيه هم. شكرا يا أستاذ دهول. أنا مش فاكر أي حاجة إلا البت اللي كانت لابسة أحمر اللي كانت قاعدة معايا امبارح على الكنبة. اللي هي رابطة شعرها من ورا دي. الطويلة دي. أيوه. أيوه ده أنت هريته، هريته أنت بوس وأحضان طول الحفلة امبارح. ده كانت حاجة عسل. ده الأستاذ فرحات المهامي. ايه؟ يا خيبتك السودة فرحات ده راجل؟ راجل؟ ده انت بهدلت الراجل ده يا شيخ، شمبرته طول الليل. امال كان متجاوب معايا ليه؟ ما هو الهمرة وسنينه السودة، هو كان فاكرك مدام دولة مراته. ايوه ايوه دولة مراته. يا انا حتى انت يا استاذ اشرف يا محترم كنت معاهم؟ انا مش معاهم، انا معاكم مطرح ما تروحوا وراكم. انا كنت فايق ومظبط والخمره خلتنا اتكحرت، انا كنت حبيبي كاني ملاك وبقيت شيطان وانت شيطاني. الله عليك، انت لسه فاكر نفسك بهاء سلطان من امبارح يا استاذ؟ ايوه بهاء سلطان. يا شيخ روح انت كمان. ثلاث دقايق اشوفك اقابلك رجليك تيجي في عينيا. قوم اقف وانت بتكلمني. قوم اقف بص ليه يا راجل، مش بقول لك غني، بقول لك قوم اقف عشان تفوق. نجيب لك قهوه تشرب قهوه؟ ايوه قهوه. يا شيخ روح كتكنيله. يا أمنة. انت يا أمنة. ايوه يا مدبولي. خدي تعال. نعم يا مدبولي. نعم. يلا شوفي البهوات يشربوا قهوه. ايه يلا يلا ماشي، اعملي لي قهوه زياده. قوم اعملها لنفسك. اعملي لي شاي. روح اعمله لنفسك. يا بنت بتكلميني كده ليه؟ بكلمك كده ليه؟ انت مش عارف عملت فيا ايه امبارح؟ عملت ايه يعني؟ مش عارف عملت فيا ايه امبارح؟ عملت ايه؟ لما رحنا المطبخ. مطبخ ايه يخرب بيتك؟ جنب البوتاجاز. بوتاجاز ايه؟ عند التلاجه. التلاجه وصلت التلاجه خلاص. يا خرب بيتك يا امنه يا لهوي. خلاص خلاص اهدي. ايه يا امنه؟ خدي اعملي لي قهوه زياده. يلا. بس دول يعملوا قهوه ساده مش زياده. خدي هاتي سكر بدول، قهوه زياده. ايوه كده مظبوط. الاستاذ عادل. ايوه يا عادل بيه. اعملي لي قهوه زياده يا بنت. روح اعملها لنفسك. انت يا بنت بتكلميني كده ليه؟ بكلمك كده ليه؟ انت مش فاكر عملت فيا ايه امبارح؟ انا امبارح طول الليل مع فرحات المحامي. انت بتقولي لي عملت ايه؟ ما عملتش حاجه. ما انا جيت عشان افهمك ان هو فرحات بيه رحت سايبه. ايه؟
مش فاكر. مش فاكر حاجة. عند الصالون. صالون ايه؟ عند الكراسي. ايه الكراسي ايه؟ يا خراب بيتك يا أمة. يا لهوي يا أمة. أيوة أمة. خدي اعملي لي قهوة زيادة وداري عليا. بس دول يعملوا قهوة سادة. خدي اعملي لي زيادة. أيوة كده مظبوط. بقول لك ايه يا مدبولي؟ ايه؟ والنبي روح اعمل لهم القهوة بقى. روح انت اعملي. ايه مدبولي بيتكلمني كده ليه؟ انت نسيتي انت عملتي فيا ايه امبارح؟ عملت فيك ايه يا مدبولي؟ ورا مصنع الكراسي. مصنع الكراسي ايه يخرب بيتك؟ يا بتاعتك يا مدبولي. مدبولي مش اللي عامله في الناس، الناس هتيجي تعمله فيا. خلاص انت مش تسيه عليا، يلا روح اعمل القهوه يلا. ماشي. سلام. ايه يا بهوات؟ انتوا مش شربتوا القهوه؟ يلا روح يلا. ايوه اخرج منين؟ اخرج منين؟ تخرج من الباب. ايوه اخرج من الباب. بقول لك ايه يا استاذ اشرف؟ قول. انت انا عارف انت راجل شغال في السينما والتلفزيون. انا كان عندي استفسار. قول. الافلام الاجنبي اللي بتعرضوها عندنا ليش بتقطعوها؟ كده عشان شعبهم غير شعبنا وثقافتهم غير ثقافتنا. والراجل اللي بيقطع ما بيشوف؟ لا لازم يشوف طبعا. طب خدونا نقطع معاك ربنا يخليك. حاضر والله. شكرا يا استاذ اشرف. يلا يلا مع السلامه. مع السلامه يا دهول. ناس غريبه صحاب استاذ فهمي دول وحاجه يعني عبيطه خالص والله. ايه يا وش النيله؟ انت مش عارف ان انا شغال؟ ايه؟ سامع صوت هرامي في المطبخ؟ وانت فين؟ في اوضه النوم؟ خليك في اوضه النوم. خايف يجي لك المطبخ؟ خلاص لو جالك من المطبخ روح انت اقعد في المطبخ. داخل عليك؟ قرب من السرير؟ اديني الحرامي. ايه يا هرامي؟ ادي سرقه ونصب وعبط، انت تخش على القتل على طول، خلصنا من الوليه لان كديه لي دي. هي مش بتسوت؟ يعني هي لازم تسوت عشان انت تقتله؟ خلاص اديني مراد. ايه يا وش النيله؟ مش ده هرامي دي؟ سوتي ولم عليه الناس يا شيخ. البوليس جه؟ خلاص اديني الظابط. ايه يا قدره الظابط؟ البيت اللي عندك دي الهدامه بتاعي. انا صاحب البيت. ايوه انا صاحب البيت، دي الهدامه بتاعي، كل يوم تسرقنا. ايوه خدها اقبضوا عليها اسجنوه. الراجل اللي جنبك؟ لا ده انا. شكرا يا حاج الظابط، شكرا. الحمد لله يا رب خلصتني من مراتي، عقبال فهمي بيت. اهدي، انت فين يا مرسال؟ انت فين يا مرسال؟ يهرب بيتك يا مرسال، انت سكران؟ من اول يوم تستلم فيه الشغل تسكر؟ سكران يا مدبولي، سكران وبحب السكر قوي قوي قوي، والشغل هنا مية مية مدبولي، انا مبسوط اللي انت جبتني اشتغل هنا. انبسطت في الحفلة؟ انبسطت جدا جدا. شفت النسوان؟ نسوان، وفي احلى من النسوان، شفت الست الطويلة كانت لابسة قميص احمر وعاملة بونيتيل. يا ليلتك السودا يا استاذ فرحات، ده الاستاذ فرحات المحامي. استاذ مين؟ فرحات المحامي. فرحات ده العهد انزل فيه بوست طول الحفلة. ما انت شمبرته خالص الراجل، كان عليه ضغط كتير. انت عارف ايه اللي مزعلني؟ ايه؟ ان جه لحد عندي انا وعمل فيها شريف. يلا. هو السكر ده منيل بنيلة. المهم انت جاهز عشان الشغلانة الجديدة؟ الشغلانة الجديدة دي شكلها شغلانة هتبقى شغلانة بيضة علينا وزي الفل ان شاء الله. الا صحيح يا مرسال، هما شغلوك ايه؟ محافظ. لا بجد شغلوك ايه؟ هشتغل ايه؟ شغال سواق زي ما انت شايفه. وانت بتعرف في السواقه يا دهول انت؟ امال بعرف ايه؟ اكيد بعرف في السواقه. خلاص انا اعمل لك اختبار. ماشي. اذكر بس يا باب. اذكر كام عجله في السياره؟ اربعه. نسيت الاستبني يا دهول. ايوه صح، اسالني كمان سؤال. اخر سؤال. قول. السياره ترجع الى الخلف. وانا بقول لك اكمل يا لوح. اسمع السؤال لاخره. طيب. السيارة، اذكر الفرق بين السيارة والعربية. السيارة مستوردة. العربية مصر. يعني ايه العربية مصر دي؟ هما مش بيقولوا تحيا جمهورية مصر العربية؟ انت اخرك في الشغلانة دي يومين يا مرسال انت. معلش يا باشا. بقول لك ايه؟ نعم. روح ظبط شكلك ووشك عشان لو استاذ سامي صحي لقاك في الهالة دي هيوديك في 60 داهية. ليه بس يا عم يوديني في 60 داهية؟ البيت ده ملبوس ولا ايه؟ ملبوس ايه يا حمار؟
دي مزيكا اوبرالي كده. يبقى الاستاذ فهمي سحر، هو يحب يسمع مزيكا راقي كل ما يصحى. مزيكا راقي ايه دي؟ واحده بتصور. لا لا لا، دي مزيكة ولاد الزوات، هو يحب يسمع زي ولاد الزوات. زوات ده ميتم. اه والله هي دي المزيكة. دي مزيكة دي؟ اه. يا سلام، تصدق المزيكة دي فعلا مش فاهم منها حاجة؟ ولا انا والله. طب وبعدين بقى نعمل ايه؟ مدبولي يا مدبولي مدبولي. ها مدبولي، ايه رايك في المزيكا؟ حاجه جميله خالص، حسيتني الميكس بين المهرجان والاوبرالي ده عظيم يا استاذ فهمي. طبعا طبعا، برافو عليك، انت اتطورت اتطورت. حاجه عظيمه. انت تحب تشرب القهوه؟ اه اشرب قهوه لو سمحت. نجيبوا القهوه. يا امنا. نعم. خدي يا امنا تعالي. ايه؟ شوفي الاستاذ فهمي يشرب قهوه ايه. ماشي يلا. ايوه يا فهمي بيه. آه القهوه بتاعتي في المج بتاعي. روح اعملها لنفسك. يعني ايه روح اعملها لنفسك؟ انت مش عارف عملت فيا ايه امبارح؟ طب ما بيحصل كل يوم عادي يعني. يلا يا بنت اجري يا بنت، اجري يا بنت على بابا. يا مرسال مرسال، انت جاي تنام هنا ولا ايه؟ لا يا سعادتك انا كويس. يا سعادتك يا سعادتك، سمعت الميكس اللي انا عامله بين المزيكا الاوبرالي والشعبي بتاعتنا؟ اه الميكس ده، ده زي الزفت يا باشا. بتسمعه ازاي؟ زي الزفت ايه يا ابني؟ دي الموسيقى اللي في اوروبا والدول المتقدمه بيسمعوها دايما يا ابني. ايوه يا باشا، بس دي مزيكا بنت ناس دخلت عليها مزيكا بنت كلب. دي شعبي ودي شعبي. آه الاوبرا بره دي هي المزيكا الشعبي بتاعتهم، زي المزيكا الشعبي بتاعتنا كده بالظبط. ايه ده؟ يعني هم عندهم الرئيس متقال زينا؟ اه طبعا احنا عندنا الرئيس متقال، هم عندهم الرئيس بيتهوفن. امال ايه يا ابني؟ المزيكا دي اصلها علم، علم. اصلا ما اعرفش سعادتك ايه يعني الرئيس بيتهوفن. اه الرئيس بيتهوفن، عارف بيتهوفن؟ لا سعادتك والله. بيتهوفن فين سعادتك؟ ده جنب بيتنا على طول يا. اه بس كان واخده قسط بقى هو، مالكش دعوه انت بالموضوع والله ده. يا سعادتك انا ما فاهم حاجه يا سعادتك. انت لسه سكران من امبارح يا سكران من امبارح؟ ما حضرتك اللي كنت بتسقيني خمره امبارح يا سعادتك. ايوه بس توصل في النهايه ان انا لا اسوق وانت اللي قاعد ورا، مش معقوله يعني. انت سواق برضه؟ ما هو سعادتك انت كنت سكران برضه يا سعادتك. انا بسكر عمري ما اسكر، اشرب عمري ما اسكر. المهم ايه الاخبار؟ اخبار يا سعادتك؟ اخبار كل حاجه. انا اصلي احب ادي كل حاجه حقها، يعني لو بنشرب نشرب صح، لو بنهيص بنهيص صح. امبارح شفت الليله كانت عامله ازاي؟ ليله عسل يا باشا، ما شفتش حضرتك وانت واقف على الترابيزه ومقضيها رقص طول الليل، كان شكلك سكر يا باشا. كل حاجه لازم تاخد حقها. ايوه يا باشا، بس انت كان شكلك مسخره. ايوه يا ابني، ما هو عادي لازم كل حاجه تاخد حقها، ده وضع طبيعي. انا اسف سعادتك غلطت فيك. عشان قلت مسخره؟ اه انا لا 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 انا ما سمعتش، عادي عادي عادي. اصلا سكران سعادتك معلش. آه لا لا معلش اعذرني يا جنابك. انا عذرك، بس انا اصلي بحب اجرب كل حاجه، كل حاجه تاخد حقها. يعني عارف يا مرسال، انا اشتغلت في حياتي ما لا يقل عن 80 شغلانه. ايه ده يا باشا؟ اشتغلت 80 شغلانه؟ 80 شغلانه، لازم اجرب كل حاجه بنفسي. طب يعني يا سعادتك كده اشتغلت قبل كده سواق؟ اه اشتغلت سواق عند ناس افقر مني، وفي الاخر اديتهم عربيه جديده من عندي. طب اشتغلت دكتور؟ اشتغلت دكتور. لعلمك دخلت طب وبعدين اشتغلت دكتور لمدة سنتين، بس ما عجبنيش بقى حكاية الأدوية والمرضى ما بيبقوش، يعني عارف ريحة المرضى مش لطيفة يعني. سبتها. اشتغلت ضابط؟ اشتغلت ضابط، دخلت كلية شرطة سنتين وما كملتش. ليه؟ بيبقى عارف المسدسات اللي معاهم دي بتبقى حق وحقيقي. ايوه حديد. ايوه وتقيلة جدا. ايوه يا باشا تقيلة، يعني تحطها تلاقي نفسك همشي عامل كده مش معقولة يعني. رفضت الشغلانه طبعا سنتين وطلعت من كليه الشرطه. طب اشتغلت ضابط يا جنابك؟ ايوه ما انا لسه قايل لك حالا اهو دلوقتي. ايه؟ سكران سعادتك معلش. سكران بحقه حقيقي ولا ايه؟ ركز. دخلت كليه الحقوق يا باشا؟ اه دي كمان دخلتها فعلا سنتين وطلعت على طول. ايه ده يا باشا؟ طب ما كنت دخلت معهد سنتين وخلصت. دخلت معهد سنتين وايه اللي حصل؟ قعدت سنه وطلعت. انا احب كل حاجه للنص واطلع على طول.
يا باشا ده انت حضرتك والله مجنون. ايوه طبعا مجنون، لازم اجرب كل حاجه. بس انا مفيش حاجه ممتعه بالنسبه لي، انت عارف اما يكون الواحد غني قوي زي كده اهو ما بيبقاش فيه متعه، يعني اقدر اعمل كل حاجه. بحب افكر مثلا بكره افتح مستشفى وابقى دكتور، هتلاقيني فاتح مستشفى وبعالج ناس سلام عشان ما ابذلش مجهود معاهم. عايز مثلا اشتغل ضابط، هتلاقيني بكره فاتح اسم شرطه وبقيت انا الضابط الوحيد اللي فيه وانت اول واحد احبسك مثلا. ليه يا باشا؟ لا يعني هقعد اجرب في ناس ما اعرفهمش. ما هو انت غني. دي شتيمه يعني ولا ايه؟ غني ومعاك فلوس قد كده. ايوه بس عارف مش مستمتع الواحد برضو، عارف اما بيبقى كل حاجه حلوه كل حاجه حلوه بتجزع. بتجزع يا باشا؟ ده غنى يعني، معاك فلوس كتير قوي وملذات وحركات ومليطه طول الليل. اما يبقى ده كل يوم اكيد هتزهق، زي بالظبط كل يوم بتاكل بسبوسه تاكل بسبوسه، لازم في يوم تغير تاكل حاجه يعني مش حلوه، يعني تاكل سيمون فمي، تاكل بلو تشيز، حاجه لوكال كده يعني. يا سعادتك انت بتقول انا فاهم حاجه، يعني تاكل حاجه حادقه جنب الحلو يعني. احدق يا باشا؟ انا زهقت بجد يا مرسال، بفكر اشتغل اي شغلانه مش عاديه. تشتغل ايه بقى سعادتك؟ يعني اتنازل على الفلوس اللي عندي دي كلها واروح اشتغل اي حاجه يعني. اقول لك على حاجه يا باشا، يعني لو تاخد برايي اشتغل شحات. صدق الشغلانه دي الوحيده اللي انا ما اشتغلتهاش، شحات. يا فكره هايله، فكره هايله. انا من بكره هجيب جلابيه ومقطعه، بس انا هقطعها لان هقطعها في حتت معينه عشان الرقابه يعني، واخد بالك؟ وانزل بقى اشحت من الناس. بص انت العميل اللي انا إيه؟ انت العميل اللي انا ايه؟ انا داخل اشحت منك كعميل. انا عميل يا باشا؟ يا باشا ما توديناش في ده يا سعادتك، ده احنا ماشيين ببركه ربنا يا ابني. عميل زي بالظبط ما بيتكلم اللي هم بتوع الموبايلات يقول لك اهلا احنا خدمه العملاء. اقفل في وشهم دول عملاء يا باشا. لا مش العملاء دول، العملاء دول اتمسك نصهم والنص التاني جاي. اصبر اصبر. لا انا بتكلم على بلاش عميل، انت مواطن مصري عادي جدا. أيوة سعادة. وانا شحات داخل اشحت منك تيست، جربني. يلا يا باشا اشحت يلا. اوكي. مساء الخير، لو سمحت انا محتاج اي مبلغ. بعد اذنك يعني اي مبلغ، لان الحاله الاقتصاديه مش مظبوطه فمحتاج مبلغ عشان ميزان المدفوعات لازم يتوازى مع ميزان المصروفات لان يحصل تعادل بين الاثنين. سعادتك بتشحت في البورصه؟ بورصتي؟ انت مواطن عادي وانا داخل اشحت منك. مواطن عادي اشحت يا باشا، اشحات عاديه. ايوه ما انا داخل اشحت عليك. ميزان مدفوعات يا سعاده البيت، في شحات يقول ميزان مدفوعات؟ طب ثانيه واحده. لله. امشي يا عم. لله لو سمحت، مش ليا يعني، لله لو سمحت. لو يا عم سمحت يا عم الله يسهل لك، امشي بقى. لو سمحت ما تضايقنيش لله. بعد اذنك انا بعد كده هبقى عنيف لله. يا عم امشي، مفيش فلوس، يلا اتكل على الله. ما تقرفناش بقى يعني. ده انتوا ايه ده مالين الشوارع؟ النوعيه دي ماليه الشوارع؟ ايوه سعادتك مش انت شحات، لازم نعملهم كده ونديهم فلوس. مش عايز اشتغل شحات. طب بص عليا كده، انا ينفع؟ شكلك اصلا مش شحات خالص. ينفع اشتغل ايه؟ شكلك غني اصلا. ايوه انا مكتوب على قرطي يعني دفتر الحساب بتاعي. شوف لي انفع اشتغل ايه. وقف كده يا باشا. امال انا قاعد ما هو انت ايه؟ اصلي سكران سعادتك والله، من امبارح الحفله كانت منيله بنيله. انا اعرف انت ايه سعادتك. اتفضل قول. كده لا قول ها. برق كده يا باشا. ها برق وشد قرطك كده يا باشا. سعادتك تشتغل بلطجي. لا يا راجل بلطجي. شكلك بلطجي. بلطجي 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 بلطجي. ها تخيل انا من زمان فعلا حاسس ان انا عنيف، يعني بلطجي من اللي هو بيقعد يوقف الناس في الشوارع وياخد فلوسهم وهي مش حقه ولا حاجه. ايوه يا باشا هو ده البلطجي. بتتكلم جد؟ ايوه. ويخطف الناس ويقعد يطلب من اهاليهم فديه وكده. فديه؟ ايه فديه دي يا سعادتك؟ بيكتبوها كده فديه. فديه يا باشا فديه، يعني بياخد منهم مقابل قصاد انه يرجع لهم اولادهم وكده. ايوه يا سعادتك. انا من زمان فعلا حاسس ان انا مجرم، انا جوايا اجرام بس مش عارف كنت اطلعه ازاي. فعلا انا لازم اشتغل اسمه ايه بلطجي. اوكي بكره انت مش في حي شعبي؟
انا في حي شعب يا باشا. اوكي زبط لي الحي بتاعك، انا هنزل عليك وبكره كبلطجي هبلطج على الناس كلها، لان في الاحياء الشعبيه ناس جدعان ما بيسمحوش اي بلطجي، ودي صعوبه اللعبه. انا ما اخش على حي شعبي غير ما اخش على حي غني، اخش عندكم الحي هثبت كل الناس واقوم مقلبهم واخد الفديه واخد فلوسهم وكل ما يملكوا، وهو مش حقي ولا حاجه. سعادتك انت بتخرف. بخرف؟ انت ازاي تكلمني كده يا حيوان؟ ما انت عارف انت السواق بتاعي. ايوه سواق بس سكران. انت هتفضل سكران للاخر ولا ايه؟ سكران اقول اللي انا عايزه. سكران. ركز معايا، بكره الصبح انا هبقى بلطجي عندكم، ودي مسؤوليتك تجهز لي كل حاجه. لا اما لا اما ايه؟ هتترفد. انت بتاخد كام معايا في الشهر؟ باخد 5000 جنيه. هيبقوا 10000 لو نجحت، هيبقوا زيرو هتترفد لو فشلت. بكره انا بلطجي يا سعادتك. طب بس يا باشا.